السلام عليكم. شوفوا يا جماعه، احنا جبنا اللابتوب الجديد النهارده، اهوت لابتوب 3.3 من 10 جيل 11. انا بس المواصفات انا اخلي الباشمهندس عمرو يبقى يقراها لكم. اهيت واضحه دي المواصفات بتاعه اللابتوب. اهيت يعتبر متوسط ولا فوق المتوسط يا باشمهندس عمرو؟ هو ده متوسط طبعا. متوسط اهوت شنطه اهو طبعا يعتبر ده تاب ولابتوب في نفس الوقت. لا تاب ولابتوب في نفس الوقت على اساس ان هو انفي اكس 360 360 ده معناه ان هو بتلف 360 ده. تمام، هاي المواصفات اهيت. الباشمهندس عمرو يا جماعه هيقول لكم دلوقتي المواصفات. نمشي مع المواصفات يا جماعه كده. اتش بي ام في اكس 360 كونفرتبل، ده معناه ان هو بيلف 360 درجه. اتش بي طبعا ده ماركه الجهاز، ان في النوع الموديل بتاعه، وام في يعني المحسود، ان الناس بتحسد كل اللي شايل الجهاز. والله ده والله العظيم ام في يعني المحسود. صلوا على النبي بقى يا جماعه. خلاص ده انتل كور اي 5 اهو جيل 11 35 جي 7 بروسيسور اعلى حاجه، و256 هارد ديسك اس اس دي هارد ديسك. ما فيش طبعا نو اوبتيكال درايف، يعني ما فيش دي في دي، ما فيش سي دي زي الاحدث حاجه. ويندوز 10 وجاي عليه ويندوز، جاي عليه صح يا باشمهندس؟ اصليه ويندوز 10. تمام. طبعا تاتش سكرين مالتيبل تاتش انيبلد، يعني تاتش زي التليفون يعني بالظبط. 8 جيجا رام اس اس دي، برضه اس دي رام 4 جيجا، شاشه 13.3 بوصه، يعني حاجه سيمبل، فول هاي ديفينيشن. تمام. اي بي اس نت ديسبلاي وذ اتش بي شور، دي اعلى شاشات بتبقى موجوده على مستوى العالم. واي بي اس ده طبعا اختراع الابل ماكنتوش، اي حاجه فيها اي بي اس. السماعات بانج اند اوليفسن، ودي اشهر نوع سماعات موجود في العالم. وعليه فينجر برينت ريدر، بصمه صابع، ممكن محدش يدخل على الجهاز الا ببصمه الصابع بتاعته باذن الله. بس هي دي المواصفات بتاعتها. تمام تمام. طبعا هنفتح الجهاز اهو يا جماعه، نسمي كده، سموا كده وادعوا لي يا جماعه ان ربنا يبارك لي ويبارك الباشمهندس عمرو اخويا الكبير المحترم ده، ابن الاصول يا جماعه. يعني اي حد عايز اللاب انا هدي له التليفونات، هحط لكم تليفون الباشمهندس عمرو عندي تتواصلوا معاه. اهو اللاب اهوت يا جماعه، اللاب اهو ما شاء الله. شوفوا قد ايه، شوفوا اعمل بايدك كده يا باشمهندس عمرو تحت، لا عشان نعمل شبر كده، لا تاني 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 اهو. شوفوا قد ايه، شوفوا قد ايه يا جماعه. خايف انا لا سهيلة تتخانق معايا عليه. اللاب متغلف يعني المفروض ان احنا هنفتح نلاقي الويندوز شغاله زي التليفون بكون جايبه جديد. احنا بس هنفك الغلاف اللي هم مغلفين بيه. فك يا باشمهندس، شايف؟ اتفضل. المتغلف من المصنع متقفل تقفيله، يعني قفلت المصنع يا جماعه. دي معموله عشان الحاج جلال اكيد، يعني اكيد والله. قعدنا نلف شهرين علشان نجيب التقفيله دي يا جماعه، ما يبقاش معمول. شوفوا 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 الجمال. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي الفضي، اللهم صل. ده ايه يا باشمهندس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يبارك لنا. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. اللون الفضي على اتش بي الجديده في الموديلات الجديده، بس طبعا بتنور دي الاربع خطوط. لا 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 دي فضي بس كده، ما بتنورش. الجهاز بقى اهو، حطوا كده شوفوا دي دايما دي تيجي معاهم. معلش دي نولع بقى كده، نولع ماشي. نولع يا باشمهندس، سمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا يا جماعه بانج اهو، لا هيعوز الشاحن يعني كده. هل الشحن؟ طبعا ما حطش الشاحن. نحط الشاحن. طلع الشاحن. شوف لي كده في مفاجآت، جايز يكون في دولارات ولا حاجة. شاحن الجهاز. للأسف إن هو ما فيهوش فيه قلم. اللي بيبقى في بره يا جماعة بيبقى معاه قلم، الموديل ده. ساعات وساعات مش لازم. شفته، شفت أنا بره. يعني الفيديوهات اللي شفتها بس صغير قوي. ها؟ وريني الشاحن، الشاحن وريني كده الشاحن يا باشمهندس كده لو سمحت. لا نزله هنا هنا عشان تضيع وقت. وريني كده يا حبيب قلبي، شوف شحن قد ايه يا جماعه، شوف شحن قد ايه، شوفوا شحن صغير جدا، صغير جدا جدا، قد ايه؟ قد ثلاث فلاشات مثلا. يلا يلا ساب سمي الله، اللهم صل على النبي.
اللهم صل على النبي. يا جماعه انا لو انا بقى لي 25 سنه بشتغل لابات من عند الباشمهندس عمرو وتعبنا فينا على لما لقينا اللاب ده يعني او على ما لقينا بضاعه بمعنى اصح. فانا قلت له لو انا مش هجيب لاب يعني مش هجيب لو مش هجيب لاب مانيش جايب الا من عندك انت. السماعات طيب سي هو ايوه تمام اكيد هو مطلوب منه عايز يتشحن. اه هنجيب بقى الوصله هنا. تمام بسم الله. اللمبه بسم الله اللمبه نورتها هنا لمبه حمراء يا جماعه. اه معناها ان هو البطاريه بتشحن. اه طبعا لما بتبقى زرقاء او بتبيض يبقى ايه الشحن خلص. تمام بنرضى. وطبعا في شحن سريع ده يا باشمهندس. اه طبعا ولع كده بسم, بسم الله. ما شاء الله. اطلبك يا سلام. عايز هارد لابتوب ولا مستعمل؟ ولا مستعمل ده عن شركه اسمها ديجيتال يفتحه. دي اول مره بقى طبعا وهنبدا جست مومنت. اول مره الجهاز يتفتح يا جماعه من بعد ما طلع من مصر. وطبعا هو جاي عليه نسخه ويندوز بروفيشنال صح يا باشمهندس؟ يعني ممكن تبقى هوم برو. ماشي هوم برو هوم برو او هوم يعني هي دايما الحاجات اللي بتنزل عليها دي نسخه بتبقى اصليه ابديتد. دي كورونا دي واحده بتساعدك تمشي خطوات اللي انت عايز تعملها. ولو جينا نسطبه تاني يا باشمهندس لو جينا نفرمطه تاني بقف 11 بتعمل ريكفري زي الاسس عادي زي الاسس. ايوه زي الاسس زي الاسس. اختار لي اللغه يا باشا. لسه كل لسه بيجهز نفسه هي بتقول بسم الله. هندخل نختار طبعا هو حاطط يونايتد ستيتس واحنا عايزين نجيب ايجيبت. حرف الاي بقى فوق. ده سي جي لسه جي. اوكي اف ايجيبت اهي اثيوبيا ايجيبت. اوكي نيكست. الكيبورد United States. We escape another layout. Mission net. Mission can be done. Just so you know, connecting to a net. Next up, the legal stuff. Legal stuff. حاجات القانونية اللي بيعملوها. النيم جلال. G. G A L. A L A L. A L A L. اثنين. اثنين. Next. جلال اثنين. Okay. Now type a password for your account. ما شاء الله اللون بتاع الجهاز بصراحه انا ما كنتش متوقعه. خلي بالك ركز معايا دي حاجه دي بصمه صابع هنا كده دي اللي عليها الرسمه دي بصمه الصابع مش كانت بتتعمل هنا زمان هنا كده لا ده بقت في وسط الكيبورد داخل الجهاز. This might take several minutes. يبدا يجهز ولا اسطوانات ولا اي ده ولا اي حاجه طبعا. الجهاز لو عايز بقى كمان هنا الجنب ده في تايب سي كونكشن ودي الحاجات الجديده بقى اهو دي اللي هتشحن بقى القلم ممكن لا دي كمان تايب سي تحط فلاشاتك تعمل كل حاجتك وده ال كمان يو اس بي وهنا يو اس بي اهو تمام وميموري كارد ريجستر تراست وارنتي سبورت. احنا مش هنعمل ريجستر دلوقتي سكيب بس ستيب ده
افتكر تمنوني عقرب دلوقتي هو داخل ما ادانيش اختيارات لسه يعذبني هو بعد كده ليه ليه ويلكم تو ماي اتش بي نيكست ليتس جو ده ويلكم تو اتش بي اتش بي شفت الفتحه الافتتاحيه اتش بي ام في اهو والكونفرتبل والبرودكت سيريال نمبر وكل حاجه عن الجهاز وبتدخل على لو عايز بقى على النت مباشره يعني بيقول لك انا الجهاز فيه كذا وكذا ايوه ان هو سبورت اتش بي عرفت ان الجهاز ده موجود في مصر الشاشه ما شاء الله الاي بي اس فول هاي ديفينيشن لو جينا على الديسبلاي هنا كده هنلاقي الشاشه 1920 في 1080 الدقه 1920 في 1080 دي اعلى ريزوليوشن ما شاء الله في شاشات الاي بي اس ربنا يبارك لنا لان ادعوا لنا يا جماعه ان ربنا يبارك لنا بيرسونلايز وهندخل على تيمز ونفتح هنا كده ديسك توب ايكون ما تنساش الشنطه يا باشمهندس والنتورك باشمهندس يا باشا يا باشا ما تنساش الشنطه بتاعته هو ما تبقاش بقى شنطه 15 هجيب لك شنطه ان شاء الله ادي كده كده خلاص جاهز كده سورت باي نيم الترتيبه الثانيه جلال اثنين وادي الهارد ديسك نازل عملوا بارتيشن واحد سنجل بارتيشن تمام تمام كده والجهاز كده النسخه نزلت وخلص ده مبروك طبعا ال 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 عملوا لي عربي بقى يا باشمهندس